في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يقع ملعب المدينة التعليمية الذي بات جاهزاً قبل نحو عامين من استضافة الحدث الذي تنتظره قطر والعالم، ليصبح بذلك الثالث الملاعب الجاهزة حتى الآن لاستضافة مونديال كرة القدم بعد ملعب خليفة الدولي الذي خضع لعملية تجديد شاملة اكتملت عام 2017، وملعب الجنوب بمدينة الوكرة الذي تم الانتهاء من تشييده بالكامل عام 2019، بينما يتواصل العمل في بناء بقية الملاعب بوتيرة تسبق الجداول الزمنية المقررة. ويعرف ملعب المدينة التعليمية باسم جوهرة الصحراء، فواجهته تتميز بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة كخطوط الألماس تعكس نور الشمس. وككل ملاعب المونديال، جهز استاد المدينة التعليمية بتقنيات التبريد المتطورة للحفاظ على درجة حرارة معتدلة على مدار السنة، وستتمكن الجماهير من الوصول إليه بسهولة باستخدام سياراتهم أو المترو، فهو يبعد 7 كيلومترات فقط عن قلب مدينة الدوحة. وسيستضيف الملعب مباريات كأس العالم حتى الدور ربع النهائي بطاقة استيعاب تبلغ 40,000 متفرج، ستخفض إلى النصف بعد المونديال، وسيتم التبرع ب20,000 مقعد لبناء ملاعب في عدد من الدول النامية.